وأصر النواب على وثيقة الطائف، وجاء قسم منهم إلى بيروت الغربية المحتلة، فيما توجه القسم الآخر إلى فندق رويال موسو في باريس الذي يملكه رجل أعمال سوري على ارتباط وثيق بأجهزة نظام دمشق. ولاقت نداءات العماد عون والقيادات السياسية في المنطقة الحرة أذنا صماء لدى النواب المنتظرين في باريس أن تأتيهم تعليمات جديدة، ولا سيما أن السيد حسين الحسيني حدد موعدا لإجراء 3 جلسات لمجلس النواب في قصر منصور في فترة لا تتعدى الأسبوع. وأعلن مندوب الجيش في اللجنة الأمنية أن على الترتيبات المتعلقة بالجلسة التي دعا إليها الحسيني أن تنتظر إلى حين عودة النواب إلى المناطق الحرة للتشاور مع العماد عون ومع القواعد الشعبية في مسألة وثيقة الطائف. وأدى ذلك إلى إعلان موفد اللجنة العربية الأخضر الإبراهيمي أن قصر منصور ليس صالحا أمنيا ليكون مكان انعقاد الجلسة. وعلى رغم تحذير العماد عون النواب من ارتكاب مخالفات دستورية جديدة باعتبار أن المجلس يعتبر هيئة ناخبة منذ 13 أيلول 1988 وليس هيئة تشريعية، وأن أول شيء يفعله هذا المجلس حين ينعقد هو انتخاب رئيس للجمهورية، على رغم ذلك أصر الحسيني على عقد 3 جلسات في آن واحد في 5 من تشرين الثاني 1989. الجلسة الأولى مخصصة بانتخاب رئيس للمجلس، الجلسة الثانية مخصصة بالتصديق على وثيقة الطائف، والجلسة الثالثة مخصصة بانتخاب رئيس للجمهورية. ولم يعر النواب أذنا صاغية إلى التنبيهات المتكررة إلى مخاطر تكرار خرق الدستور. وتمت مساع عديدة لحمل عدد أو وفد من نواب المنطقة الحرة للعودة من باريس إلى بيروت ومناقشة الأمر مع العماد عون، إلا أنهم رفضوا أو منعوا، فالنتيجة واحدة. وليلة 3/4 تشرين الثاني استطاع النائب بيير دكاش أن يخرج من الفندق ويعود إلى بيروت عن طريق زوريخ، واجتمع ليلا بالسيد الحسيني الذي كان في بيروت الغربية، ثم انتقل الدكاش إلى المنطقة الحرة وقابل العماد عون، وتمت في حضوره اتصالات بباريس شارك هو فيها لإقناع النواب بالعدول عن مشروع الانتخاب فلم يعدلوا. واستخدم مجلس الوزراء الصلاحية التي يمنحه إياها الدستور وأصدر مرسوما بحل مجلس النواب. وبما أن مجلس النواب قد انتخب سنة 1972 ومدد لنفسه بصورة استثنائية 7 مرات متتالية، ويكون قد مضى على انتخابه أكثر من 17 سنة، وعلى انتهاء ولايته الأساسية أكثر من 13 سنة، وبالتالي يكون المجلس قد فقد صفته التمثيلية، سيما وأن اللبنانيين من مواليد سنة 1952 حتى سنة 1968 لم يشاركوا في انتخاب أعضائه، وهم يؤلفون أكثرية اللبنانيين الذين يتمتعون بحق الانتخاب. وبما أن مجلس النواب قد أثبت عجزه عن تأدية مهامه الأساسية، ومنها عدم إقراره الموازنة العامة اعتبارا من عام 1986، وبما أن ما وافق عليه أعضاء المجلس النيابي خارج الأراضي اللبنانية والتزموا به بالتصويت العلني بتاريخ 22/10/1989 في وثيقة يمس استقلال وسيادة لبنان ووحدة أراضيه بإطفائه على الاحتلال السوري صفة الشرعية، مما يعتبر مسا بالسيادة وخرقا لأحكام الدستور لا سيما المادتين الأولى والثانية منه، وبما أنه يقتضي لسلامة الأمن إجراء الانتخابات النيابية على مراحل
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة، وبناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم 1 تاريخ 3/11/1989 يرسم ما يأتي: المادة الأولى حل مجلس النواب اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم. المادة الثانية تدعى الهيئات الانتخابية لانتخاب أعضاء مجلس النواب في الدوائر الانتخابية وبالمواعيد التالية: الدوائر الانتخابية في محافظتي بيروت والشمال يوم الأحد في 7/1/1990، الدوائر الانتخابية في محافظة جبل لبنان يوم الأحد في 14/1/1990، الدوائر الانتخابية في محافظتي البقاع والجنوب يوم الأحد في 21/1/1990. المادة الثالثة: ينشر هذا المرسوم لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.